منيب تخلق الحدث من جديد بقرار غير متوقع. أعلن حزب الاشتراكي الموحد بقيادة منيب وبمقعد وحيد أنه لن يتحالف مع أحزاب الإدارة في تشكيل الحكومة في إشارة إلى التجمع الوطني للأحرار والأسرة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. وفي تعميم للاشتراكي الموحد يهم مسألة تحالفته مع باقي الأحزاب، قال أنه لا تحالف مع من سماها بأحزاب الإدارة وذكاكين الانتخابات وأعداء الديمقراطية، وأنه لا تحالف مع المتورطين في الفساد. وأعلن الاشتراكي الموحد عن تموقعه في صف المعارضة مبرزا في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن موقفه الطبيعي في مثل هذه الظروف هو المعارضة.